السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ معاكم شيماء سعيد. الفيديو اللي انتوا طلبتوه كتير جدا مني الفترة الأخيرة، قماش التنجيد وقماش الستاير عندنا من المحل الكبرى وتحديدا من سنتر مسعد كامل للأقمشة. بصوا يا جماعة، الأسعار اللي انتوا هتسمعوها دي أتحداكم تلاقوها في مصر كلها. شايفين الستاير دي؟ سعر المتر فيها 15 جنيه، الكتان التقيل الأصلي والأورجانزا. طبعا هو سعرها أغلى من كده، بس أستاذ عمرو مشكور الفترة دي جاب لنا عروض حلوة جدا، يعني صفقة كده كلنا هنستفاد منها إن شاء الله. كمان الستاير الجديدة نزلت يا جماعة، حاجات لسه جديدة بقى هنشوفها، دي موديلات السنة الجديدة هنشوفها ونتفرج عليها ونعرف أسعارها. كمان كمان الستاير 3D الأطفال اللي هي الستارة جاهزة على التركيب، تقيلة يا جماعة، قطيفة ب150 جنيه الستارة كاملة. كمان الستاير اللي ما شاء الله الغالية الحلوة القيمة موجودة برضو بأسعار أقل سعر من السوق، هنشوفها ونشوف كل أنواعها مع بعض إن شاء الله. كل بقى أنواع الأقمشة، التنجيد، أقمشة البرائع، أقمشة الكساوي، التنجيد، الركن، كل حاجة موجودة. وعايزه اقول لكم ان اللي احنا شايفينه ده دلوقتي ده قماش بلاك اوت، سعر المتر يا جماعه 25 جنيه. هنشوف بقى برضو اسعار كتير حلوه جدا في القماش الجديد اللي لسه نازل، الحاجات الحديثه دي يا جماعه. وكمان القماش الاسباني والقماش المستورد موجود باقل سعر برضو في السوق كله. ده طبعا قماش البرائع الجديد اسمه قماش اسباني، استاذ عمرو هيفرجنا عليه، ما شاء الله خاماته حلوه قوي. وكمان هنشوف النهارده زي ما انتم شايفين كده الستاير اللي اتعملت للمتابعين واتصورت في شققهم، وهسيبها لكم في اخر الفيديو ان شاء الله. كل حاجه ما شاء الله الله جميلة، واستاذ عمرو عامل عروض قوية حتى على قماش الصالونات، تنجيد الصالونات كامل 600 جنيه يا بنات زي الفيديوهات اللي فاتت، وفي حاجات كمان جت جديدة. وده يا بنات كمان القماش الكتان اللي انتوا طلبتوه مني في الكومنتات، جه برضو حاجات شيك جدا وقيمة. ده بقى قسم خاص باكسسوارات الستاير كلها، ما شاء الله قسم كبير استاذ عمرو، يعني من اول ما صورة الستارة لحد اكسسواراتها موجودة. والستاير في قسم يا جماعة تتعمل فيه الستاير وانتوا قاعدين، يعني هتختاروا الحاجة بتاعتها وتتعمل لكم، تتنفذ لكم وتاخدوها وانتوا ماشيين، مش هتشيلوا هم اي حاجه. طبعا هو ده القسم اللي بيتجهز فيه الستاير، ما شاء الله يعني كل حاجه على الطبيعه هنشوفها مع بعض في الفيديو. وده كمان الشحن اللي طالع لجميع المحافظات. ما تنسوش بقى اهم حاجه تعملوا لايك للفيديو وكمان تشتركوا في القناه، ويلا بينا نبدا الفيديو الجميل ده مع بعض بسرعه. معاكم النهارده ان شاء الله بالعنوان، لاني دايما بسيبهولكم في اخر الفيديو وانتوا تقعدوا تسالوا عليه كتير. شوفوا يا بنات العنوان، المحله الكبرى اخر شارع الساغه، هتفضلوا ماشيين في شارع الساغه لحد اخره. اهو انا واقفه دلوقتي في اخر شارع الساغه، لحد ما تلاقوا على شمالكم محل اسمه هاني شاكر للذهب، او على يمينكم عطار اسمه حزه، ده معروف جدا في شارع الساغه. قولوا فين حزه العطار، اهو هتلاقوه كده على يمينكم، على شمالكم شارع قدامه تدخلوه اهو يا جماعه، هو ده هتلاقوا الحلو جزار الحلو، هو سنتر مسعد كامل بعده بشويه صغيرين كده هتلاقوه، شايفين اليافطه هناك اهي. والشارع اللي قدامه ده الشارع اللي فيه شركه سيدار، يعني هم قريبين من بعض جدا. وبرده سنتر الندى للملابس جنبهم على طول، كلهم جنب بعض. وكمان السجاد برده جنبهم اللي هو سنتر مودرن هاوس، يعني شوفوا لو عروسه هتيجي تاخدي حاجتك كلها من مكان واحد. اهو ده السنتر يا جماعه، سنتر مسعد كامل للاقمشه. وارقام التليفونات هتظهر دلوقتي قدامكم على الشاشه عشان لما تيجوا تتصلوا على استاذ عمرو او تتواصلوا معاه لو احتجتوا شحن. يلا بقى نبدأ الفيديو الجميل ده مع بعض ونتفرج على الحاجات الحلوة والعروض القوية اللي استاذ عمرو مجهزها لنا. وطلعنا اهو يا جماعة سنتر مسعد كامل تاني، معانا استاذ عمرو. ازيك يا استاذ عمرو؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك، واهلا وسهلا بالسادة المشاهدين، منورنا دايما كل ما هو جديد ان شاء الله باذن الله. استاذ عمرو غبت علينا كده بقالك كتير، احنا غايبين بس بنطلع مفاجآت غير عادية ان شاء الله. النهاردة في عروض يعني غير قابلة للمنافسة، يعني ما شاء الله في عروض هتعجبكم جدا، وامسكوا قلبكم كده ان شاء الله واحنا بنتكلم. هتلاقوا في اسعار مميزة جدا، وهتلاقوا في تشكيلات عن الاول بشكل مميز، هتلاقي في حاجات انضافت كتير بالنسبة لقماش الستاير، قماش البراع، الاكسسوارات، تفصيل، تصميمات. ان شاء الله هنشوف كل ده مع بعض، وهنبدأ ان شاء الله بقسم الستاير. طبعا يا جماعه احنا صورنا قبل كده في سنتر مسعد كامل تقريبا 3 فيديوهات يا استاذ عمرو، وكان استاذ عمرو عامل لنا اسعار وهميه، كانت في ستاير يعني عامل لنا سعر المتر 25 جنيه والناس من كل المحافظات كانوا مصدومين من الاسعار. عايزه اقول لكم النهارده ان استاذ عمرو قال لي ان هو جاب حاجات اسعار اقل من كده كمان، ان شاء الله هتعمل ضجه كبيره في السوق. واستاذ عمرو معودنا زي ما قلت لكم على كده، نبدا بقى نتفرج على العروض الحلوه اللي حضرتك هتقدمها النهارده. دلوقتي في قسم الستاير، قسم الستاير هنا بيتكون من الستاير التل والأورجانزا والكتان والشاسبي. عندنا تشكيلات مجمعة كبيرة ما شاء الله يا كل جماعة. حاجة ماشي جميل. إن شاء الله هنبدأ نعرض مثلا ستاير زي كده،
في عندنا مثلا نبدأ بحاجة زي كده. الستارة دي جميلة قوي، شغلها جميل، والأرضية بتاعها غامقة على حسب طلبات الناس. جميلة اللون كانوا الورودي طلبوا ده. مننا إن إحنا عايزين تشكيلة أكتر بالنسبة للأرضيات الغوامق عشان بهدلة الستارة وكده، فبيحبوا الحاجات الغامقة، واللي حابب مثلا يخلي الموديلات اللي بره فاتح مع الخلفية غامق ايوه جميل. أو العكس. فهنبدأ نشوف مثلا موديل زي ده كده. ما شاء الله يا جماعه، شوفوا استاذ عمرو بقى التشكيله بقت، شوفوا ما شاء الله، كل اي طرف في الدنيا عايزينها هتلاقوها ان شاء الله. دي هيبقى عليها عروض يا استاذ عمرو. هي يا جماعه الستاره هي فردناها لكم، دي يا استاذ عمرو هيبقى عليها عرض ولا ايه؟ دي عليها عرض مميز جدا. هنبدأ نشوف الرسومات والموديلات بتاعها ونشوف ماشي الألوان. عندنا لون زي كده برسمة ما زي شاء دي، الله، عجباني قوي يا عندنا حاجة جماعه. تانية زي كده، اللون ده جميل برضو. ايوه شوفوا الالوان بقى، كل الالوان، الركن طبعا بيبقى نبيتي رصاصي، تلاقوا كل الالوان اللي هتناسبكم اهي. انا مهله تمام. جميله، خاماتها جميله اهي يا جماعه. بكام يا استاذ عمرو؟ قولنا الاول السعر السعر فاجئنا لسه كده مفاجأة. لسه. ماشي القماش ده يا جماعة تول برمير. تل برمير يا القماش اللي حبيبتي جوه ده تحفه. تول، اهوت باين في الكاميرا. النسيج او التطريز بتاعه ما شاء الله تقيل يا جماعه، مش بالكنار، من الخفيف، شوفوا تطريزات شوفوا تقيلة، التقيله. شغل اهي توكيلات مش شغل ما شاء عادي. الله ما شاء الله. قدرنا بفضل الله نعمل سعر مميز جدا على الشغل ده. السعر بتاعه مفاجأة النهاردة كبيرة جدا جدا ب 15 جنيه بس. نعم. الموديلات دي في منها الشغل الغوامق والفواتح زي ما حضراتكم شايفين، الحقيقة يا جماعة أستاذ عمرو بيقول ب 15 جنيه. لا يا أستاذ في عمرو، منها هو في حاجة ب 15 جنيه يا أستاذ عمرو؟ أنتوا الستاشر كده. هتزعلوا احنا مني من الكلمة دي، بس طبعا أستاذ عمرو كده بيدمر انا الدنيا. بحاول على قد ما نقدر نرضي جمهورنا ونرضي ناس اللي شرفتنا ونورتنا وبأمانة ربنا. وإن شاء الله على قد ما بشوف الناس المحترمة الطيبة اللي بتعامل معاها دايما بكون عند حسن ظنهم بإن أنا أقدر ايوه أقدم فعلا عروض يا استاذ تكون عمرو، متوفرة للجميع. وإن شاء الله ان شاء بإذن الله الله كل جديد معانا وكل ما هو بسعر غير عادي وغير قابل للمنافسة باذن الله يا خالص. استاذ عمرو. يعني عايزه 200 اقول لك ان ستارة زي في ال كده عرض 3 متر، عرض 3 متر. ما شاء الله، المتر بتاعها يا جماعة بيعمل 15 جنيه. دي حاجه كده خياليه. في عايزه منها اقول شفناها لحضرتك يا ألوان استاذ كمان، عمرو في يعني الكومنتات الناس بتكتب لك بيقولوا ده على الفيديوهات اللي فاتت، دي اسعار 10 سنين فاتت. طب امال الاسعار دي هيقولوا ايه بقى 20 سنه لا فاتت؟ وفي مفاجأة كمان واحنا بنعرض ستاير دي، ايوه يعني حاجة زي كده مثلا دي اتقل بقى. من الأول للشغل لآخره اللهم تطريز صل على النبي، ما شاء 15 الله. جنيه يا جماعة. دي ب 15 جنيه برضو. كل ده أنا عامل عرض مميز لحضراتكم بكمية كويسة إن شاء الله. هتلاقوا ستارة ب 15 جنيه للخلفيات، بنتكلم يعني في ستارة ببلاش يعني. بلاش والله، والله وهنشوف يا منها جماعة بقى بصوا الجديد تقيلة، مش كمان. حاجة، بصوا شوفوا الخامة اهي برضو، مش بالظبط حاجة مثلا اللي هي خفيفة وتبقى، لا ده الستاير اللي هي الغالية اهي، اهي شايفين الستارة دي ب 15 جنيه المتر. جددوا بقى على العيد في يلا مفاجأة كمان يا وتشجعوا. جماعة، ستارة الكتان دي ب 15 جنيه، نعم حاجة كده مميزة وحاجة تقيلة متبينش الورا وشغل محترم. الستارة دي بمتر على كتان، بص ب 15 جنيه حضرتك الكتان استاذ عمرو، انت بتتكلم جد 15 والله. جنيه ما شاء ان شاء الله. الله عروضنا غير قابلة للمنافسة. ان شاء الله كل بنقدم كل ما هو جديد في شوفوا يا عالم جماعة، الستائر والاقمشة والمفروشات والاكسسوارات، الستائر ما شاء الجاهزة، الله الركن اللهم الجاهزة، صل على الاترات النبي. الجاهزة، ان شاء الله معاكم كل يا حاجة جماعة بإذن الله. بصوا يا جماعة، أنا مش قادرة والله أوصف لكم جمالها. شوفوا الخامة، شوفوا شوفوا أنا ماسكة الستارة عاملة ازاي، دي تعيش سنين السنين. دي المتر ب 15 جنيه، حاجة كده ببلاش زي ما أستاذ عمرو بيقول. ما شاء الله يا أستاذ عمرو، في حاجات حاجة زي حلوة. كده كتان بتاعها الشغل الشاذبيه، في كتان حاجة اوعى أتقل تقول لي بقى كمان، دي ب 15. دي برضو لا ب 15 احلف جنيه. بالله. والله يا إن شاء صلاة الله عروضنا النبي، ما دايما شاء مميزة. الله ما شاء الله. شوفوا يا جماعة دي ستارة ب 15 جنيه، كتان ب 15 تطريز جنيه من أول المتر. الستارة. الشغل ده يا جماعة تطريز مش طباعة، تطريز ب 15 جنيه. ما شاء الله يا جماعة ب 15 جنيه. نتكلم على سعر أصلا ما يجيش تكلفة الشغل، احنا حضرتك كده بنتكلم على الشغل تطريز، تطريز بس كده اصلا لما بيتحط على اي قماشه تكلفه التطريز بس ما لوحدها انا 15 مستغربة. جنيه طب الخام فين؟ احنا حضرتك بنتكلم على سلم شيفون ساده مارتيني ب 12 جنيه ونص، ايوه يا جماعة يعني المطبوخ الشيفون بتاعه بيعمل 20 جنيه. فاحنا بنتكلم على ستاره مطرزه تقول حاجه قيمه، حاجه يعني حاجه ما شاء الله غسيل واستخدام ولون وثبات 15 جنيه يا جماعة، ب 15 شوفوا جنيه، ما يجيش حاجه حق. تحفه يعني دي هدية منك للمتابعين والله كده يا استاذ بجد. عمرو. ان شاء الله دايما هقدم الهدايا ان شاء الله بعروض جميله والكويسه، وان شاء الله في التنفيذ كل المهارات اللي موجودة بإذن الله نقدر نطلع حاجة قيمة وزور كي وحاجة شياكة إن شاء الله لكل بإذن الله يا الناس. أستاذ عمرو. كده إحنا معانا أول عروض، أول عرضنا ب 15 جنيه شغل الكتان والأورجانزا والتل المطرز مش المطبوع، بركز على دي كويس. سعر الستاير اللي هي الخلفيات بتبقى ورا البراقع ب
15 جنيه بس ان شاء الله. جميلة يا معانا عرض مميز. استاذ عمرو معلش هقطع حضرتك، هورلهم بس الخامه عشان الناس بس تبقى شايفه. شوفوا يا جماعه الستاره اللي الاستاذ عمرو بيقول عليها ب 15 جنيه، عايزاكم تشوفوها بس كده، لان السعر ده هديه مش مثلا حاجه، لا هي قيمتها طبعا اكتر من كده، بس ده هديه للناس اللي هتجينا وتشرفنا هنا في سنتر مسعد كامل او تيجي المحل عموما يعني. ان شاء الله شايفين كل الحاجات الحلوه دي، المتر ب 15 جنيه، عايزاكم بقى تلفوا جمهوريه مصر العربيه كلها، اتحداكم تجيبوا السعر ده طبعا. ان شاء الله. ان شاء الله. ماشي يا استاذ عمرو، باذن الله يا جماعه تيجوا تستفادوا من الحاجات دي، لان الحاجات دي كده عمرها ما تتكرر تاني، فرص كده تغتنموها زي ما بقول لكم دايما في فيديوهاتي. هنشوف معانا حاجه برده العرض الجديد، مقدمين عرض مميز جدا. بنتكلم على بلاك اوت، نيو بلاك اوت، بسعر مفاجاه جدا يا جماعه. الناس اللي بتحب البلاك اوت السعر الثقيله اللي بتقفل في الاضاءه والحاجات دي، بنقدم بلاك اوت ب 25 جنيه المتر. أنا مش ده سعر مفاجاه جدا، مش حدش هيتحصل عليه ان شاء الله بفضل الله. احنا كل اللي احنا بنعمله بنقدر نجمع من مصانعنا وشغلنا اكبر قدر ما يمكن من النسيج والشغل اللي دايما منافس دايما للسوق. عايزه بس معلش يا استاذ عمرو هقطعك تاني، كنت دلوقتي قاعده تحت قبل ما اطلع اصور مع والد استاذ عمرو، قال لي استاذ عمرو كل يوم بيسافر وما بينامش عشان يجيب لكم العروض دي يا جماعه، والله ده حصل. فانا بشكرك جدا يا استاذ عمرو، حضرتك يعني قايم بمجهود كبير، احنا والناس مقدره ده دايما ان شاء الله في خدمتهم وتحت امرهم، كل الناس المحترمه اللي تعاملنا معاهم كان شرف لينا بجد التعامل معاهم. الله يخليك يا استاذ ان شاء الله دايما هنسعى على مصلحه الناس، ما تعرفوش احنا بنتعب قد ايه. أيوة عشان فعلا نوصل، والله يا جماعه والفضل يرجع للحاج مسعد صاحب المكان. أيوة طبعا. اللي دايما بتوجيهاته وبفضل خبرته وبفضل توجيهاته وبفضل تعامله المحترمه مع الناس الراقيه. أيوة ربنا يبارك لكم. فالحمد لله قدرنا نوصل على المميزات والعروض المميزه. جميلة. ربنا يبارك لكم يا استاذ عمرو، دايما بتوجيهاته. فالحمد لله ان شاء الله النهارده بنعرض البلاك اوت ب 25 جنيه. يا جماعه بصوا بقى الاستاذ عمرو اللي احنا عرضناهم اللي ب 25 جنيه دول، في منهم بقى الوان واشكال كتير اما يجوا يشوفوها. طبعا طبعا. ماشي تمام. دي البلاك اوت، الله دي جميله. دي استاذ عمرو دي تنفع ستاير مودرن برضو. بالظبط، احنا بندخلها في الستاير المودرن اللي هو مثلا نزلتين مع ستاره ساده وراها، شيك جدا، او بتتعمل ستاره ومعاها النزلتين الساده بشغل المودرن. ايوه ما شاء الله. الحاجات دي يا بنات بقى ممكن انتوا تعملوا الدهانات ساده، شوفوا درجات الالوان وتعملوا بقى الستاير كده منقوشه كده، تبقى تحفه، تبقى خطيره. شوفوا الجمال، حلوه جدا جدا يا جماعة. ما شاء الله. 25 جنيه بس. 25 يا جماعه بلاك اوت. ايوه الحقوا العرض، بلاك اوت 25 جنيه. شوفوا كمان الحلوه، اللون الجميل، الله يا استاذ عمرو يعني تسلم ايدك بجد. دايما بنراعي او بناخد بالنا دايما من الدرجات والالوان والرسومات الراقيه الهاديه. ما شاء الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. كومنتاتكم يا جماعه كالعاده زي ما انتم معوديني، قولوا لي رايكم ايه في الحاجات الحلوه دي والاسعار هنا في السنتر، قولوا لي كده، ووصلوا الفيديو ده بقى اللايكات كتير عشان استاذ عمرو بيبذل مجهود معانا كبير، عايزاكم توصلوا الفيديو ده اللايكات كتير كده باذن الله يا استاذ عمرو. الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، دي تحفه. بلاك اوت يا جماعه ب 25 جنيه. 25 جنيه وكمان حاجات جديده يا بنات، يعني شوفوا احنا ما شفناهاش اصلا قبل كده. شوفوا دي لو ستاره على اوضه مثلا روز كده رايق تبقى تحفه. شوفوا تحفه دي برده، الله دي ب 25 جنيه برده يا جماعه، جميله قوي يا استاذ عمرو تسلم ايدك ما شاء الله. فتحت نفسنا كده ان احنا نجدد ان شاء الله، هنجدد وان شاء الله اقل ثمن واقل تكلفه ممكن تقدر تعمل ستايرك وتجهزها في نفس. أيوة الوقت. ربنا يبارك لك يا استاذ عمرو، دايما ان شاء الله عند حسن ظنكم باعلى الخامات وانضف الخامات. جميل. والاسعار المميزه، ودايما ماتيريال دايما بنراعي ان احنا نكون جاهزين، وفي ان احنا نخلي الشغل او الشغل الجاهز يطلع بشكل عند الناس افضل. يطلع بشكل كويس ما شاء الله. الوقت الناس تبقى مبسوطه ومرضيه. أيوة. على الشيفون الساده برضو ناخد فكره سريعه عنها، 12 جنيه ونص المرديني اعلى حاجه، 12 جنيه ونص القماش المرديني اللي هو بيبقى الشيفونات انضف حاجه. المرديني طبعا معروف، طبعا بقى درجات الالوان كلها موجوده، وزي ما قلت لكم بصوا في ستاير قد ايه، كل حاجه سعرها اللي ب 25 جنيه لسه موجوده يا استاذ عمرو، موجود برضو. طيب خلاص، اي عرض عرضناه برضو موجود ان شاء الله. احنا بنكمل كمان وبنعمل عروض احدث كمان، والاسود ده برضو يا استاذ عمرو والرصاصي كل ده هيبقى بالسعر اللي حضرتك قلت عليه ولا ماشي؟ الالوان اللي هي الغوامق. الغوامق ماشي. نشوف برضو حاجه اسمها اكو سوفت، السوفت الجديد. حاجه زي كده عليه عرض كل الوانه. ايه القماشه الحلوه دي؟ القماشه دي سعرها ما شاء الله، دي تقيله جدا، 30 جنيه يا جماعه. اكو سوفت سعرها تحفه، 30 جنيه. عرض 280 عرض. مش عرض 160، احنا بنعرض قماش يعتبر ببلاش. عرض 280 تجهيز ناجح شغل ال ما شاء الله. الاكو سوفت عندنا السوفت برضو الاصلي. استاذ عمرو دي بيتعمل بيها ايه؟ ستاير؟ دي ستاير، دي البراقع.
يعني دي برائع. خلفيات السير اللي احنا عرضناها، ودي البرقع بتاعها بس او دي حلوة الستاره الجاهزه جدا، دي بتاعها. قماشة ما شاء الله حلوة، شوفوا ألوانها، ألوان كتير بقى اللي انتوا تحبوه. ب 30 جنيه يا جماعة، السعر 30 جنيه، دي كل ألوانها جميلة. ده شغل لسه جديد يا أستاذ ده عم. الشغل ده جديد برضه، ماشي، كل تسلم العروض اللي احنا ايدك. بنمسكها جديده ماشي، عندنا برضو. السوفت زي ما هو، البرلايف احنا كنا عرضنا نفس ده قبل العرض، كده. العرض ماشي، بتاعه موجود زي ما هو. ده برضو ستاري يا أستاذ عمرو. ده ستاير احنا بيخش في كنا قلنا الفرقة، سعره كام؟ ده 45. 45 جنيه. ده يا جماعة احنا كنا قلنا ده برضو سعره عليه عرض، برضو كان من الفيديوهات اللي فاتت. ماشي يا أستاذ عمرو، هنشوف ايه بقى تاني دلوقتي. نتكلم هنا برضو على أستاذ عمرو معلش قبل ما نتنقل، في حاجة بس لفت نظري، اتفضل. الستارة دي برضو في العرض، دي في العرض برضو دي حلوة، سعرها 15 جنيه. دي 15 جنيه يا أستاذ عمرو. ما شاء الله دي تحفة، دي خطيرة، لونها كافيه كده يا بنات، حاجة صورة او تحفة. 15 جنيه. استنى يا استاذ عمرو بس اقرب لهم منها عشان يشوفوها. اهي يا بنات شيك، 15 ببلاش. ماشي يا استاذ عمرو، تمام تمام. ماشي. في قماش جديد برضو هنا ده انا وانا من هنشرح. داخله بلفت انتباهي قوي، بالظبط. جميل، شوفوا كده، دي حاجات جديده. ده برضو تنجيد يا استاذ عمرو ولا ايه؟ القماش ده يا جماعة بيبقى احنا عندنا مثلا، بيبقى فيه مثلا في الأذواق أو الموديلات بتاع الشقة بيبقى مثلا فيه جزء كلاسيك ومعاه جزء مودرن، ايوه. وفي نفس الوقت بيبقى فيه ستارة فاصل ما بينهم. في ناس بتحب تعمل كده، قدرنا نحصل على إن احنا نوفر حاجة زي كده. القماش بتاعها، يعني دي الوش ستارة يا بتاعه استاذ عمرو، دي بالظبط، دي ستارة. ستاره اللي هي البرقع او النازله حسب ما الناس تحب. تمام. دي شيك جدا. قدرنا احنا مثلا معانا جزء مثلا من الصالون هنا كلاسيك، فبنبدا ندي الشكل ده يبقى في الوجه. في نفس القماش بيبقى الوش التاني بتاعه، الفيس الله التاني بتاعه الله، كده شوفوا. ساده. في ناس بتحب تخليه في الموديلات برضو الوشين مع بعض في كل استاذ اتجاه عمرو القماشة على حسب الحلوة دي نوعه. سعرها كام؟ القماشه دي لسه نازله جديده، عرضها جميل جدا، شغلها خامه تقيله قوي، ما حاجة شاء الله. نظيفة شوية. ده يعني أسباني، حاجة شغل تبهر، مستورد. اسباني يا بنات. شوفوا تمام. القماشة عاملة ازاي، جميلة والوانها تحفة. دي شوفوا الكشمير اللي فوق سعرها ده، 60 جنيه. 60 جنيه المتر، برضو الحاجات دي بتتباع في أي مكان فوق ال 100 جنيه، يعني ما برضو شاء احنا الله. بنحاول نوفر لكم سعر ومنتج، حتى لو مش عليه عرض برضو بنقدر نوفر السعر المناسب، وفي نفس الوقت احنا عايزين نكسب الناس قبل ما نكسب ايوه فلوس، فعلا، بأمانة ربنا، ايوه، ويعني تسلم شرف يا لنا استاذ التعامل عمرو. معاهم. ايوه ربنا يبارك في حضرتك، والناس بتشكر جدا من تحت أمركم في استاذ رنا، معاملتكم كمان اكتر من الاسعار، يعني الاسعار خرافيه. شرف لينا بس وعليكم جدا. القماشه دي محتاجه وقفه يا استاذ عمرو، حاجه كده ما يعني خيال، بالظبط قماشه خيال بالظبط. جميله. ماشي، هنشوف ايه تاني. هنبدأ نعرض هنا مثلا منتج زي ده، ستير اللي هي ال 3 دي والديجيتال الله، 4 جي، ده عاملين عليها اليونان ده ولا ايه؟ رسومات كتير جميله، جدا، سعر حلوه دي. ستارة 150 زي ما هو. دي اللي احنا كنا عرضناها بالظبط. اللي هي ده الثري على دي، الأطفال الله دي سكر ب 150 جنيه جاهزه، 150 صح يا استاذ كاسترة، عمرو؟ جاهزه على التركيب على يا التركيب جماعه، على طول على زي ما حضراتكم التركيب اهي، شايفين كده. تاخدوها على التركيب في اوض الاطفال الواحده ب 150، ممكن تاخدوا بقى 2 قصاد بعض. وخامتها كمان بصوا تقيله ازاي، بلاك اوت تعتبر، بلاك شوفوا دي. وشها بلاك، الظهر بتاعها بلاك اوت عازل للشمس، وفي نفس الوقت الوش بتاعها 3 دي معمول على قطيفه بحيث ان هو يبقى فيها ملمس ورقي طبيعي. جميله نبدا جميله. برضو نتفرج على الشغل، القماش القطيفه الثاني ده الساده، والعرض بتاعه برضو زي ما هو. هنيجي نتكلم هنا على السانسيت سانست، احنا كنا عرضناه برضو ده قبل كده ده يا استاذ موجود بقى عمرو. متوفر طب برضو بامانه. ماشي، كل حاجه تبقى في موجوده سنوبي يا بلس، جماعه، شوفوا الحاجات دي كلها ما شاء الله. سنوبي بلس سنوبي بلس ده بيتعمل بيه ايه يا استاذ برضو عمرو؟ برائع، كل اللي هنا برائع، قماشات كل ده برائع برائع. ستاير. خلاص عندنا ماشي، هنا قسم البلاك اوت، ده بلاك اوت بس ده سعره اعلى ده شويه. سعره بقى اعلى لان الخامه الماتيريال بتاعه اعلى اعلى شويه، شويه. وتوكيلات احنا شغالين مع توكيلات بيرلانت وسيدار ما شاء وبرلايف. الله، ده توكيلات يا بنات بلاك اوت بس تقيل، يعني ده كنا عادي، ده متهيألي ب 45 جنيه يا استاذ عمرو. ده ب 45 انا جنيه فاكره اهو. ماشي تمام، شوفوا الحاجات القماش ده ايه يا استاذ عمرو، دي ده برضو. لا ده سوفت، سوفت ده سوفت متر ب 45 جنيه. جميله. وبرضه الله، شوفوا الستارة دي. جاهزة، لو عايزينها جاهزة بنوفرها لكم جاهزة برضه. ده ماشي البلاك تمام، اوت اللي احنا عارضين منه الشغل ده. ماشي تمام يا استاذ عمرو. تمام. تعالي ماشي، اتفضلي. طبعا عشان خاطر طلباتكم كان الناس حبايبنا الناس المحترمة اللي دايما مشرفينا طلبوا مني ان انا اكون في جزء كبير من تشكيل الستاير التركي، بلايف ستاير السيدار ستاير بيرلاند، حاجات قيمة التوكيلات كلها الحمد ما لله شاء قدرنا الله. نحصل عليها بأتمان أسعار كويسة دي جدا. حاجات بقى العالية قوي يا بنات، اللي حاجات بتتباع عالية بقى. غالية جدا في المحلات. استاذ عمرو ده يفاجئنا هنا قطيفة بأسعارها مش كلاسيك، العرض عرضين التركي. هنا، دي قطيفة تركي اهي دي يا قطيفة بنات، تركي عرض عرض عرضين. عرضين، دي برضو ستاير يا استاذ عمرو، دي برائع ووراها برائع، ستاير، كلها ستاير بس دي ستاير. في ماشي برقع أو نازلة أو ستار. ده ماشي، عرض عرضين أهو.
دي العرض عرضته، اللون خفيفة وجماله الطرد خطيرة جميلة. يا استاذ عمرو، دي جميلة بقى ما بتتجهز، هنشوف ان شاء ما الله شاء في الله تجهيزات في صور خطيرة. باذن الله تعالى. بكام يا عندنا استاذ عمرو نوعين، معلش المتر فيه؟ عندنا نوع ب 85 وعندنا نوع ب 75. ماشي تمام، بتفرق ده في خفيف التقل شوية، يعني. ده اه خفيف بس ماشي، الخفيف شوية بخمسة تمام، وسبعين جنيه بكل المتر. الوانها ان شاء الله موجودة. شوفوا الالوان بقى بتاعتها اهي، حلوة قوي 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 يا جماعة. وتبصوا قماشة طبعا، شوفوا جمالها حلوة جدا. ماشي يا استاذ عمرو. هنتفرج بقى على عالم الستاير في توكيلات الشغل اه الحاجات بقى بقى، انا عايز المميز. الحاجات دي بقى كده، وفي حاجة كده يعني ستاير كده تحس انها غريبة بس تحفة، نبدأ جميل. نتفرج مثلا على حاجة زي كده. ما شاء الله يا استاذ الستارة دي عمرو، كلاسيك، بتشتغل الله. الصالونات، حاجة قيمة جدا، شغلها مميز. ده قطيفة اللي فيها، ده جواها دي قطيفة 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 وتطريزات وتطريز. معمولة من شغل الشانتونج البريمير، حاجات راقية، شغل تحفة يا استاذ توكيلات عمرو، ما شاء الله، دي حاجة كده تمام. ملكية، ستارة ملكية يا بنات، خطيرة. في منها رسمة تانية زي كده، على مهلك، دي رسمة تانية اهي، الله. شوفوا، تحسوا انها عايزة تفرش في شقة، كله جديد في جديد شغل كده، قيم جدا، قيم جدا فعلا. حاجات شوفوا يا بنات مميزة. اللي تحت ده اللي في الستارة، ده قطيفة اهو، شوفوا الشغل بتاعها، شايفين ما شاء الله التقل. استاذ عمرو دي حلوة جدا، وبتقول لنا كده الاسعار ايه قبل ما ننسى؟ بقى الشغل اللي انا هوريه لحضرتك ده كله بيتراوح من 100 ل 200، من 100 ل 200 حاجات عشان بقى ايه شغل توكيلات. قيم كده ماشي وحاجات تمام. طب كتير. والستارة ده هي، انا عايزة اشوفها دي دي. اه هنشوفها مع بعض بقى. ماشي، ده زي التانيين اللي احنا شفناهم دلوقتي. الله يا استاذ عمرو، دي جميلة، دي جميلة، حلوين قوي شغل قيم وتقال. جدا، بصوا كده يا جماعة الشغل، شوفوا الشغل عن قرب، شايفين القماش عاملة ازاي، فيها لمعة كده، هي رب تكون واضحة لكم، حاجة كده ما شاء الله. بكام يا استاذ عمرو دي؟ يعني مثلا حاجة زي دي كده اه حاجة زي دي في أنا حدود ممكن كام؟ برضو والله لا أقدم لكم في عرض، دي خليها لكم 75 جنيه. 75 جنيه؟ ده انا هاخدها وانا ماشية كلها. تحت أمرك، المعرض كله تحت الله أمرك، يخليك يا وقناتك استاذ والله عمرو، العظيم مكانك، وحاجة الله تشرفنا يخليك، لا بأمانة بجد إن احنا يكون عندنا شغل عند حضرتك من اللي عندنا. والله الله ربنا يخليك يا يستر استاذ شيئا، عمرو، ما تحرمش شرفنا منك، والله التعامل الله معاك ومع يخليك، السادة المشاهدين لحضرتك. الله يخليك، متحرمش منك. شوفوا يا جماعة الستارة دي، استاذ عمرو بيقول هيطلعها لنا ب 75 جنيه، انتوا متخيلين يعني ستارة؟ انتوا لو تش كمان بصوا، لو تمسكوها تقيلة وحاجة كده قيمة. عندنا حاجة زي دي كده، شغل بقى الجوبير الله الطاير، الله الله، شغل جوبير جاهز، طاير على حاجة قيمة. الستارة. شوفوا يا جماعة الجمال والحلاوة، الله. شوفوا ايه ده يا استاذ عمرو، ما شاء الله، حاجات دي قيمة برضو، روعة فن، دي لوحة فنية. وفي منها برضو شوفوا في عاملة مكان ازاي حلو من الجوبير الشكلات، فوق الستارة وبتلمع وتقيلة، ما شاء الله ده اللون الأوف وايت بتاعها، الله الله يا شغلها استاذ قمامي. عمرو، دي تحفة جدا. شوفوا يا جماعة عاملة ازاي، ننزل منها الكتان، مثلا بتحب جميلة. الكتان، الشغل البيرلانت من الناس ده اللي بتحب عاملة زي الكتان قماش تقيل، فساتين الأفراح اللي بيعملوه ده يا استاذ عمرو، شوفوا بس أقوى تقيلة، ده كمان، تعيش، أثقل، حاجة نظيفة، أتقل. اه كتان، وزن كتان، المتر بيعدي ال 100 جرام، 100 جرام المتر، قصدي ال 1000 جرام، 1000 جرام، كيلو بالظبط، المتر يبقى كيلو، بالظبط، تقيلة. شوف انا ماسكها تقيلة ازاي، بس تعيش بقى، حاجة بقى تعيش العمر بقى، تسلم شغل بقى. اه مميز، حاجة جميلة. جميلة يا استاذ هنبدأ عمرو، بقى إن شاء الله نطلع نشوف العروض بتاعنا في أقمشة التنجيد ماشي والصالونات كويس. والأنتريهات. طب يلا، يلا إن شاء احنا الله. شفنا هنا يا جماعة، ده الدور الاول زي ما انتوا شفتوا هنا، انتوا حابين تبقوا مميزين نفسكم بستاير قيمة وشيك موجودة، انتوا شفتوا الحاجات عاملة ازاي ما شاء الله، تحف، وفي حاجات تانية ما احنا معرضناهاش، روعة جدا. هنا بقى القماش اللي هو اللي بيتعمل بيه الستاير، وهنا بقى قماش التنجيد كله، كل الاشكال وكل الاسعار هتلاقوها، واقل سعر في مصر كلها، وانتوا طبعا عارفين واثقين فيا اهو يا جماعة، ما شاء الله حاجات كتير جدا جدا. اهو ماشي، نعمل ايه دلوقتي يا استاذ عمرو؟ هنطلع فوق إن شاء الله، ماشي يلا. هنطلع فوق ونشوف باقي الحاجات. طلعنا اهو يا جماعة الدور التالت في سنتر مصحف كامل، علشان نشوف باقي الأقمشة بتاعة التنجيد بقى والحاجات الحلوة المودرن اللي موجودة هنا. ماشي يا استاذ عمرو، نبدأ بإيه؟ نبدأ برضو بالقماش اللي هو البريتر، حاجة كده برضو قماش تقيل، ده بيتعمل الشغل بيه ايه يا استاذ بتاعنا عمرو؟ موجود الركن. الركن اه حلو، مش عارفة حاسة ان الورود موضة. الورود، وفيه برضو حاجات زي كده، اه حلو قوي برضه، كل الموديلات معانا إن شاء جميلة الله. يا جماعة. والقماشة ما شاء الله، شوفوا جددوا بقى على العيد، الأسعار ما شاء الله مساعدانا. وشوفوا الحلوة اللي فوق دي تحفة يا أستاذ دي عمرو، برضه جميلة لونها، برضو، اه شوفوا دي كده، دي خطيرة، لونها تحفة، جميلة.
ماشي استاذ عمرو، دي اسعار ايه؟ دي سعرها 45. 45 جنيه المتر يا جماعه في القماشات الحلوه التقيله دي. دي 40 جنيه، اشكال والوان بقى اللي انتوا تحبوه كله. دي احنا عرضناها قبل كده مع استاذ عمرو، دي استاذ عمرو عرضناها قبل كده، دي كانت تحفه، دي جميله. ستاره وتنجيد برضو، ستاره وتنجيد. ده القماش اللي برضو للمراتب، القماش المراتب، كسوه المراتب اهي، حاجات حلوه. في بقى مش كتير، كل حاجه انتوا عايزينها هتلاقوها هنا في السنتر ان شاء الله. برضو معانا القماش اللي كان عليه عرض ب 25 جنيه برضو موجود. طب كويس، الناس كانت عجبها ده. عندنا موديلات تانيه، على الخامات التانيه بشغل. كانت في واحده كتبت القماش اللي ب 25 جنيه ده جايباه ب 75 جنيه، بتقولي هو بالظبط. قماش قطيفه يعني. جايباه، قالت لي جايباه ب 75. حاجه كده يعني ما شاء الله، شغلها قطيفه وشغلها مطبوخ برضه. تسلم ايدك يا استاذ عمرو، حاجات جميله. في عندنا ضيفنا حاجه زي كده. الله، دي حلوه قوي دي، شغلها جميل قوي وكويس. خطيره. خد يا عم، جميلة قوي. في رسومات تانية زي كده برضه، ألوانها موجودة حلوة. هنشوف دي عاملة كأنها، دي بتبقى حلوة للتكيات قوي. جميلة يا أستاذ عمرو. دي برضه ب 25. ده برضه ده 30، لأن 30. شغله أعلى شوية. ماشي كخامات. ماشي. وفي اللي هو 25 اللي هو اللي عليه العرض برضه زي ما هو. ومعانا القماشين اللي دي تتعمل تكاوي بقى كده يا استاذ عمرو، مخدات صغيره وكده، تبقى شيك او شيلت او شيلت. تبقى حلوه قوي. بيخش معاها بقى القماش الساده اللي احنا عملناه عليه عرض قبل كده، حاجات اللي هي ب 25 جنيه 25 يا جماعه. شايفين القماش ده قطيفه يا جماعه، حاجه شغل نسيج نسيج، مش حاجه تفصص، مش حاجه تبوظ. 25 جنيه ماشي. والعرض الثاني اللي هو القماش القطيفه كله، حاجه كده جميله برضه وخامتها نظيفه. بص حضرتك القماشه ما شاء الله ب 30 جنيه. 30 جنيه يا جماعه، بتتباع فوق ال 50 جنيه. 30 جنيه القماش ده ب 30 جنيه المتر، شفتوا؟ تمام، ما جبنا عرض جديد. ده قماش جديد ده يا استاذ عمرو، تنجيد ولا ايه؟ ده قماش تنجيد. اشتغل انتريه، اشتغل ركنه بس تقيله ما شاء الله، القماش تقيله جدا. يا صلاة النبي يا استاذ عمرو، ده تقيلة جدا. حاجة يا جماعة قيمة، يا شوفوا تقيلة تقيلة. بص الشغل التطريز بتاعها بارز، وحاجة قيمة جدا. انا اول مرة اشوف القماشة دي، بس تقيلة تقيلة، شوفوا تقيلة جدا. انا ماسكاها في ايدي تقل. القماشة دي يا جماعة كانت بتتباع فوق ال 85 جنيه. كانت بتتباع فوق ال 85 جنيه، عملت لكم عليها عرض، وده يعني ربنا يعلم الجهد اللي بذلناه عشان نعمل له عرض ب 50 جنيه. 50 جنيه يا استاذ عمرو، مش ده حاجه يعني للعمر. سواء يا جماعه رايكم ايه في الاسعار دي؟ استاذ عمرو بيقول ده ب 50 جنيه المتر، والله العظيم يا جماعه قماشه تعيش العمر كله. شوفوا تقفيلها، شوفوا القماشه عامله ازاي عن قرب، شايفين؟ روعه. استاذ عمرو دي بيتعمل بيها مراتب ولا تك ولا ايه؟ بيتعمل بيها ايه؟ بيتعمل، في ناس بتحب تعمل قماش تقيل مراتب، برضو المراتب الحاجات دي وش وظهر يا جماعه، لان بيبقى في طبقه برضو بلاك عازله للميه والحاجات ما تنفعش دي انتريهات يا استاذ عمرو. شغاله انتري وركنه ومرتبه، تبقى حلوه قوي. انتري ده تعيش في المرتبه او ده قماش تعيش، قماشه قويه جدا يعني، تقيله تقيله. بصوا انا ماسكاها، انتوا هتيجوا لما تمسكوها مش هتتخيلوا تقلها، عارفين حاجه كده تعيش جدا. جميله يا استاذ عمرو، خطيره القماشه دي، حلوه قوي قوي. طب ويبقى في كميات يا استاذ عمرو لو التجار عايزين؟ اي كميات موجوده ان شاء خلاص الله. خلاص ربنا يوسع عليكم يا رب. ماشي، معانا مخازن تحت برضو اللي نقدر نوفر لحضرتك مشروع، ومعانا المصانع ان شاء الله. استاذ عمرو معلش قبل ما نمشي، دي قماش ايه ده؟ ده قماش مراتب. مراتب بس شيك قوي. ده سعر المتر بكام؟ ده برضو شغله قطيفه في كتان. ده هيبقى بكام ده؟ ده ب 40 جنيه 40 جنيه بس شيك برضو قوي، حلو، عامل زي الشغل التركي. والعرض برضو اللي هو ب 15 جنيه وب 10 جنيه القطن برضو موجود. موجود. عشان بس وقت الفيديو فهنصور الشغل. خلاص ماشي الجنيه. ماشي يا استاذ عمرو. شوفوا يا جماعه ما شاء الله الخير هنا، ما شاء الله كتير اللي انتوا عايزينه كله هتلاقوه باذن الله. كان استاذ عمرو انت كنت عامل لنا عرض صالون، كان القماش كله برسومات جديده ب 600 تقريبا يا جماعه. الصالون اهو يا جماعه، ده قماش الصالونات، الكرسي وده الكنبه اهو، تبقى كده تبقى دي الظهر ودي القاعده بتاعه الكنبه. ماشي، الوان بقى اللي انتوا تحبوها كلها. دي رسومات تانية زي دي كده. شوفوا يا بنات بقى عشان لما نشوف الطقم كامل جاهز ونتبهر بيه. لا اهو تيجوا تاخدوه بكام يا استاذ عمرو؟ هيبقى برده في حدود ال 700 وال 800 كده. احنا معانا من عروض من 600 جنيه لحد 1500 جنيه، لحد 1500 جنيه حسب الخام. تمام، في حاجه زي دي كده ب 600 جنيه. الله، دي حلوه قوي. الطقم ده جميل قوي. دي الناس بقى اللي بتحب الحاجات القيمه. طقم كامل يا جماعه ب 600 جنيه. طقم كامل ب 600. في ناس بتبيع نص طقم تقول ده طقم، لا انا بقول لك بطقم كامل. الكراسي للكنبتين، كنبتين
للكراسي، ماشي لو 4 كراسي 8 فطير. ماشي في نفس الوقت برضو عاملين على العرض كله كامل 600 جنيه، يعني ماشي نص يا استاذ الطقم عبد، ب 300 جنيه بس نص الطقم ب 300 بالظبط. جنيه طب ده 100 100، عشان في ناس بتعمل ممكن كنبتين كرسيين بس، يعني ركنة كده بالظبط. في الشقة، تحفة، جميل اوي يا استاذ ومعانا عبد. برضو العرض ده، برضو داخل في العرض اه 600 جنيه، ده 600 جنيه برضه ده يا سماعة جماعة، فيها شوية برضو حاجة جميلة، ده الكرسي بتاعها جميل تمام. ماشي معانا برضو عرض تاني زي ده كمان، بتروح بقى ايه حلو. صالون يعني 600 ل 1000 شوفوا يا جماعة الواحد يعني حتى لو ما بيفكرش يعمل صالون، القماش بنشوفه كده تحس ان احنا عايزين يبقى عندنا صالون ويبقى الشكل ده. جميل قوي يا استاذ عمرو والله، حلو حلو ما بصراحة. شاء الله، حاجات تفتح النفس كده على الحياة. شوفوا يا بنات استاذ عمرو دي بكام القماشة دي؟ القماشة دي متراها بيعمل 140، وفي حاجة بتبدأ من 110 على كتان برضه، هنشوفها ماشي ازاي المتر برضه. فيها ب 140 بس، عبقرية، قماشة تحفة، شيك، حلو. الصالونات برضو في الشقق بتبقى مدية الشقة قيمة كده. في حاجة زي كده ب 65 جنيه المتر. دي ب 65 جنيه المتر، حلوة جدا برضو، حلوة جدا جدا. طبعا الأسعار دي برضو يا جماعة الناس اللي عندها معارض استفادوا من الحاجات دي، اللي بتعملوا بقى موبيليا عشان تعملوا برضو الحاجات للعرايس بأسعار أقل، فده يبقى كويس جدا. طبعا كل دي أقمشة المحلة الكبرى، احنا بنصور من المحلة وانا كل فيديوهاتي في المحلة. ماشي يا جماعة عشان انا بجيب لكم افضل الاسعار. دي حلوة جدا يا استاذ عمرو برضو، دي شيك قوي. دي جميلة، وفي بتعمل اه طبعا دي لطيفة التركواز خطيرة، على لطيفة لطيفة، جميلة جدا جدا. تمام. ماشي كل حاجة بقى موجودة ان شاء الله. هنشوف بقى الشغل المستورد الجديد. ماشي حلو جدا يا جماعة، كل اللي انتوا عايزينه ان شاء الله هتيجوا تلاقوه، كل حاجة انتوا عايزينها استاذ عمرو موفرها لنا كمان مع اسعار اقل اسعار ممكن تلاقوها. جميل، حاجات جميل. شوفوا يا جماعة هنا بقى، ده قسم ايه يا استاذ عمرو؟ هنا قسم القماشات، أقمشة التنجيد بتاعة الصالونات أو الأنتريهات السادة. اه احنا شفنا المشجرات بره، اه بنتفرج على هنا أكتر من نوع سادة. عندنا الشغل الجاكوار التقيل اللي هو الأصلي برضه، كل ألوانه هنا وهنا ماشي بقى. تمام. الجاكوار يا جماعة الأصلي التقيل، الجلد المقلوب بالمناسبة يا جماعة، برضه للسعر اللي نزل في أسعار اه نزلت، فاحنا ماشي برضه نزلنا بالأسعار شوية. ماشي يا استاذ معانا عمرو الجاكوار فيه ب 35، فيه ب 30، خام خفيف وتقيل برضه، ماشي. جبنا نوعين ده عشان الجاكوار الناس. ده اللي بيتعمل بيه التنجيد الركن التنجيد برضه، والأنتريهات الركن والحاجات دي. والأندريات. معانا الفردي برضو الله، نزل الفردي من ده 55 بقى مش ب 50 الفردي جنيه ده اللي هو ما كانش بيشرب المية، لا السفانة، السفانة، السفانة ما كانتش بتشرب مية، اه دي اللي احنا عملنا لها الاختبار موجودة المرة برضو اللي فاتت، دي ما بتشربش المية يا بنات. القماشة دي احنا كنا قلنا سعرها كام يا استاذ عمرو؟ سعرها 60 جنيه. 60 جنيه المتر. عندنا شوفوا بقى الفيردي الجمال أو جلد ده، مقلوب اللي عايز الأصلي يجدد الركنة بتاعته، شايفين مع الجمال؟ القماش ده ما بيمطش ما بيمطش. بالعرض ولا بالطول ماشي تمام. ماشي الشغل دوت اللي هو الأصلي الخامة التقيل جميل قوي، جميل تمام، جدا. عشان في اه منه تقليد وحاجات ما فيهاش النعومة ولا الرقي بتاعة القماشة دي. احنا بنتكلم على شغلنا اللي هو دايما الأصلي والتقيل، ماشي يكونوا واثقين الحمد لله ما فيش صنف بيدخل لما بيكون حاجة مميزة جدا، ما شاء الله يا استاذ عمرو. حاجات زي كده شوفوا اللون سعر الرصاصي المتر. منها عبقري، دي لو ركنا اللون ده رصاصي ده تبقى خطيرة، سادة في سادة كده يا هنا بنات. ضفنا حاجة زي دي، القماش ده كتان كتان في تريجر بريمير، تريجر بريمير، يعني حاجة ايه بقى عالية يا استاذ شوية. عمرو؟ اول مرة اسمع الاسم ده. القماش ده جميل أوي يا جماعة للركن، حاجة قيمة الله أوي ده أوي أوي، كتان، حاجة راقية ده خطير، تمام. جميل جدا يا استاذ عمرو. ده عندنا النوعين، ده في النوع خطير. ده في اه النوع ده، النوع ده برضو ده حاجة قيمة. الله يا استاذ عمرو، هم كانوا سألني اصلا في الكومنتات على هما قماش دايما كتان. نوفر للناس كل اللي هما عايزينه إن شاء الله بفضل الله دي نقدر نوفره، خطيرة يا وإن شاء الله جمالها أحسن حاجة وأنضف حاجة، وكل ما هو جديد بإذن الله يا في استاذ خدمة عمرو. ده المستحضرات. بص دي لو اتعملت ركنة دي تبقى تحفة، دي شغلها جميل قوي، شكلها ألوانها خطير. الله جميلة. يا بنات شوفوا الجمال، شوفوا القماشة عاملة ازاي. بصي يا بنات اللي عايزة تعمل ركنة ما تجيبيش جاهز، تعالي خدي القماش ده واعملي حاجة على مزاجك كده. القماش بصوا تحفة تحفة، خطير، حاجات قيمة بقى وشيك تحفة. نزلنا برضو حاجات جديدة ومميزة في الشغل اللي هو بيخش في الركن والأندرهات. الله جميلة جدا دي، شوفوا القماشة لونها حلو ازاي، ملامح جميلة. حاجة الله قيمة كده وخامة وماتيريال، دي حاجة جميلة قوي نضيفة، يا استاذ عمرو، دي حلوة جدا. ألوان راقية، مطبوع شغل ديجيتال بأعلى اه مستوى، بأعلى نوع من الهندسة والفخامة في الشغل، ما شاء الله حاجات قيمة يعني يا جدا. استاذ عمرو اسعار القماش نزلت. أسعار القماش نزلت، وفي نفس اه الوقت العروض اللي احنا بنقدمها حاجات يعني مش موجودة، دي حلوة جدا جدا يا استاذ عمرو. حاجة شوفوا يا قيمة. بنات شوفوا الالوان حلوة ازاي، دي جميلة، ايه رأيكم في دي؟
بصوا هي الوان كتير في بعض بس تحفه يعني، دي لو عملنا حتى تكاوي منها كده في البيت او في اوض الاطفال تدي كده بهجه. وشوفوا انا شفتها فرحت والله القماشه دي. شوفوا اللي مع استاذ عمرو دي بقى الرقه كلها. استاذ عمرو انت ابهرتني النهارده ان شاء الله باذن الله. ما شاء الله كتير. القماش ده تحفه يا استاذ عمرو، جميل جدا. طب قول لنا سعره كده قبل ما انت. ده سعره مفاجأة، الشغل اللي هو اللي فيه منه نوعين، فيه نوع عامل 45 جنيه، 45. نوع تاني عامل 55 جنيه، اللي هو القطيفة ده على شغل جلد المقلوب أو الجاجوار أو السبانة، بس مطبوع برسومات كويسة. بصوا عايزة أقول لكم أنا مسكته هو قطيفة، القماش ده قطيفة يا أستاذ عمرو صح؟ ده قطيفة قطيفة. وبصوا والله تقيلة جدا جدا في إيدي، مش تقيلة خامة، لا تقيلة وزن كمان. شوفوا القماش عاملة إزاي، ده ظهرها أهو. الله أستاذ عمرو دي تقيلة كده، ناس تقيلة. انا يعني الحمد لله كل مرة انا بحب اضيف حاجة اتقل، حاجة احسن كماتيريال وكخامة كجودة كالوان كتصميم. دايما بنراعي ان احنا نقدم الجديد ان شاء الله عشان خاطر الناس ان شاء الله. خليك. لا يا جماعه انا بصوا قبل ما امسكها انا يعني كنت معجبه بشكلها، بس لما مسكتها لا ده قماشه، قماشه متكلفه. ده بصوا تقيله كده، شوفوا الخامه انا عايزه اوضحها لكم. بصوا حاجة كده تقيلة تقيلة، انا مش عارف انا لازم اوضحها لكم عشان تبقوا بس متفاهمين. ما شاء الله شوفوا تقيلة ازاي، نسيج. الله الفراشات بقى، الصيف بقى دخل والفراشات. حاجة جميلة برضو يا استاذ عمرو. وبعدين وبعدين يا استاذ عمرو دي تحفة. لا لا انا كده انا عايزة اخد اعمل مخدات من الحاجات الحلوة دي. الله يخليك يا استاذ عمرو. ايه رأيكم يا جماعة دي تحفة؟ بصوا يعني شوفوا دي، شوفوا الجمال، شوفوا الحلاوة. بصوا سيبكم الشكل، الخامة أروع، الخامة تقيلة، الخامة تقيلة جدا، حلوة قوي القماشة دي يا أستاذ عمرو. أنت قلت لي بخمسة وأربعين بجلد، 55 الجلد. الله دي أتقل كمان، دي جلد، دي جلد بخمسة وخمسين. بص يا استاذ عمرو اللي هياخد القماش ده مش هيجي ياخد منك قماش بعده بفترة كبيرة، القماش ده هيعيش. حاجة للعمر. شوفوا يا جماعه برضو على الاكسسوارات وما شاء الله عندنا دي حاجات حلوه قوي. ماشي نشوف بقى الاكسسوارات، قسم الاكسسوارات عم استاذ عمرو. بس عايزه اقول لكم حاجه، القماش ده تحفه. شوفوا انا قاعده ابص له ما شاء الله، اللهم صل على النبي، يعني جميل قوي. يلا بقى نكمل ونروح نشوف باقي العروض. استاذ عمرو انت رحت فين؟ راح فين؟ هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. فين اكسسوارات بقى؟ انا قاعده ادور عليك انت رحت فين. ايه يا استاذ عمرو ما شاء الله. هنا الاكسسوارات، اللهم صل على النبي. الشغل بالالوان، الديكور، الشكل، حاجات كتير، انواع كتير يا جماعه. جددوا يا جماعه، جددوا حاجات التقيله، الشغل اللي هو بيتحط في الستاير، حاجات زي كده، كل الوانها موجوده استاذ عمرو. حاجات جميلة جدا ما شاء الله، حاجات زي كده. الله يا استاذ عمرو. استاذ عمرو الاسعار ايه؟ قول لنا فكرة كده عن الاسعار. زي ما احنا قلنا قبل كده العرض موجود اهوت زي ما هو ب 10 جنيه. ب 10 جنيه موجود اهو يا جماعة. ماشي ماشي. عمل ايه استاذ عمرو؟ الناس جت كده تفاعلت معاه؟ والله لسه، انا دايما بحاول مثلا لو بنعمل عرض بنحاول نطوله اكتر مدة، وبنحاول لو عرفنا بنقلله بنقلله زي ما احنا عملنا. طيب كويس، يعني لو الاسعار نزلت استاذ عمرو قصده ينزلها لكم كمان عن السعر اللي احنا قلنا عليه. شوفوا يا بنات الحاجات تفتح النفس والله. انا حاسه ان انا عايزه اعمل ستاير جديده واجيب الحاجات الحلوه دي كلها، تيجوا بقى تاخدهم. واللي بقى ما كانش بيفكر يجدد لا والله تعالوا كده استمتعوا بالحاجات الحلوه دي والله، يعني ايه حاجات تفرح كده في العيد ان شاء الله، تعملوا ستاير وجددوا كده. كان في حد كاتب لي في الكومنتات، واحده ضحكتني قوي بتقول لي انت الوحيده اللي بتعرفي تطلعي مني الفلوس اصرفها. ايوه انت ما شاء الله عليك ما شاء الله دايما والله بجد، حاجه تحترم الذوق والفن في الالقاء، وفي نفس الوقت الرقي في اختيار المحلات او في اختيار الاصناف. الله يخليك يا استاذ عمرو، انا يعني محظوظه بوجود حضرتك في القناه. حظ ليا انا والله، والله حقيقه كبير بجد ان انا اتعاملت معاك، يعني حضرتك اضافه كبيره بجد بجد. الله يخليك يا استاذ عمرو، ناس محترمه على اكمل من فوق، ناس لها كل الشكر والتقدير، وانا بضحي بتعبي بالهديه للناس دي ان انا اقدر اجيب لها حاجات مميزه بشكل راقي والوانهم اللي هم عايزينها، الاشكال اللي بيحبوها، كل حاجه ان شاء الله اقدر اوفرها وبسعر كويس. الله يخليك يا استاذ عمرو، ربنا يوفقك يا رب. على الشغل اللي هنا، هنا الستاير، قصدي الفرنشات بتاعت الستاير.
دي الفرنشات بتاعت ستاير بقى. شوف يا جماعه ما شاء الله تيجوا تختاروا حاجاتكم. استاذ عمرو انت قلت لي ان هم اما بيجوا مثلا بيجيبوا التصميم معاهم او بيجوا يختاروا الستاير، الحاجه بتتعمل هنا يعني، نشوف الستاره معانا بتتعمل هنا نشوف يعني، لو مش ولا حاجه. مضطرين هو تاخدوا حاجاتكم وتروحوا بيختار لحد. العميل معانا، بنختار الستاره، بنختار البرقه، بنطلع نجهز على حسب الرسمه الاول، بنفرجه على الميداليات والحركه عايزينه يتعمل، ونطلع بقى نختار عليه بقى الاكسسوار. عندنا بقى اكتر من حاجه للاكسسوار. ماشي يا جماعه، شوفوا الحاجات ما شاء الله جميله جدا جدا ما شاء الله، حاجات كل حاجه موجوده، اي حاجه انتوا تتخيلوها موجوده. اي دي حاجات بقى اكسسوارات تتعمل في الستاير، كل الالوان بالظبط. اللي انتوا تحبوها. وطبعا استاذ عمرو هيوريكم الاشكال الستاير اللي بيتعمل بيها الحاجات دي، انتوا تختاروا اللي يناسبكم، لان التصميمات تحفه، انتوا ما تبقوش متخيلينها لما تشوفوها كمان تتبهروا بيها. معانا دي برضو حاجات الاكسسوارات بتاعت المواسير المواسير والشماعات واكسسوارات والشماعات العلاقات، حاجات زي اللي هنا دي كده. دي اللي هي بتتعلق. انت كنت قايل لي يا استاذ عمرو ب5 جنيه وب10 جنيه، في زي ما احنا في بخمسة ب15، جنيه ايه ب5 دي جنيه دي بخمسة جنيه يا جماعة. في حاجات اهوت ب15، اللي هي شوفوا دي كريستالات كريستال ب15 في جنيه ب10، ب10 في بقى الحوامل وكل حاجة معانا موجودة في هنا، كل الحاجات حاجة الغالية هي بنات اللي هي بألوانها اسمها وكل ايه دي حاجة. الخامة اسمها ايه استاذ عمرو؟ دي النحاس، نحاس، شغل ايوه نحاس، نحاس، الحاجه في اللي نحاس تعيش وفي بقى. معدن وفي ستانلس. ايوه في نحاس ومعدن وستانلس، ده الحاجات اللي هي بتبقى بتاعه المواسير، الشغل البايب بتاع المواسير الفورجي ماشي الامام بتبقى في نهايه ستاره. ماشي يا استاذ عمرو جميل. ودول حاجات ايه يا زي استاذ كده. عمرو؟ دول حلقات الستاير. حلقات الستاير بقى حلقات الستاير اهي يا جماعه بكل اشكالها، كل حاجه، حتى الحاجات اللي بتتعلق في الحيطان بقى اللي اتحط عليها الماسوره، شوفوا حتى عامله ازاي، عاملينها كده ايه يعني، مدلعين الماسوره كمان. جميله. ماشي يا استاذ عمرو. حاجات كتيره، في حاجات زي كده. حاجات زي دي جميل. في نوع تاني زي ده، حاجات برضو ما تصديش بقى، عارفين انا كنت جايبه حاجات صدت والله، لكن ده نحاس، حاجات تبقى شكلها حاجات قيم. كلها جميله مستورد اهي يا جماعه، شوفوا يلا العرايس متظبطين. في بقى حاجات تانية هنتفرج عليها، مثلا ده الشغل بتاعت المواسير. ماشي. هنتفرج بقى على الشغل التاني، موجود الشرايط بأنواعها، موجود كل حاجة في ماشي. الاكسسوارات موجودة بإذن الله. خلاص ماشي يا استاذ. هنتفرج معانا هنا الحاجات دي مفرحة قوي، اللي هي بتاعت العلاقات دي شكلها جميلة. اكسسوارات مواسير بانواعها، شغل الالومنيوم، شغل النحاس، شغل الاستانلس، كله موجود ان شاء الله. اعلى حاجه في الخامه بتاعتهم هي يا استاذ عمرو، الحاجه اللي تعيش بقى ويبقى شكلها قوي. الفرجي ده جميل قوي. ده الفرجي ده بيبقى بكام بقى يا استاذ عمرو؟ المتر ده متر، بيعمل في منه حاجه ب 30 وحاجه منه ب 35. طب حلو والله، مش غالي برضو قوي، التقيل والخفيف. طيب 100 100. تمام. في الاستانلس بقى اللي احنا كنا قلنا عليه ب 10 جنيه. الاستانلس ب 10 جنيه متر، والحاجات بقى العاديه دي كانت قلت لي باين ب 5 جنيه 13 13 على حسب بقى الشكل. ماشي. عندنا هنا برضو الستاير بقت ستايرس دي، اشكال ورسومات دي اشكال جديده يا استاذ عمرو، الفراشات دي جميل قوي. الله دي حلوه. ايوه دي حلوه بقى الستايرس برضو لو جميل. حد مش حابب اشكال حابب اوضه اطفال. النوم، اوضه النوم النوم برضو بتمشي فيها الكلام ده. استاذ عمرو الحاجات ما شاء الله تفرح كده، وشوفوا يا جماعه الحاجات ما شاء الله جدا. جميله يا استاذ عمرو، احنا اتاريك بنروح باباك الفن. بيقول لي مسافر على طول بتجيب لنا الحاجات الحلوه ان شاء الله دي. نعمل لقاء معاه عشان يعرفنا انا كنت عايزاه كل يطلع والله ان شاء النهارده. الله هنعمل لقاء معاه كويس ان شاء الله. الحاج الفيديو مسعد الجاي يا جماعه يطلع معانا ويتكلم كده. بقى براحتكم بقى على كل اللي بيعمله لكم، عشان خاطر يجيب اسعار بالشكل ده وبالقيمه دي والاذواق اللي انتوا حضراتكم الله شايفينها. يخليك يا استاذ عمرو، ده شغل الناس هيطلع ولا ايه؟ ده شغل بقى اللي مسافر اهو. ده يا جماعه ده شغل حاجات اونلاين بقى للناس اللي ما شحن. بتجيش. يا جماعه خش على الفيديوهات هتلاقي الناس اللي بتاخد شحن بتشكر في الشغل، في ايوه الحاجات، في طبعا التفصيل، في الاذواق. ما زي ما شاء الله حضراتكم شايفين ده التجهيزات، شايفين يا جماعه هنا مثلا كفر كفر الشيخ، الشيخ هنا اهو حاجات الشعبيه، طالعه هنا بنها، هنا بورسعيد، ما شاء هنا الله. اسكندريه، هنا المنوفيه، اللهم ان شاء الله قادرين ان احنا نوصل. سوهاج كل محافظات مصر طلع لها شغل، المنصوره حتى هي يا جماعه، حتى هنا في العمريه، العمريه كمان يعني ان شاء الله دايما متواجدين من في مصر كلها. احنا بنناشد معاك والسوق المصري كلها، وبنتكلم في اسعار يعني مقارنه بالسوق المصري من اسوان لحد أيوة الاسماعيليه طبعا. الحمد لله بفضل الله. وهي الناس متفاعله، بنتعامل معاك. ايوه الناس متفاعله معانا يا استاذ عمرو كده عشان الاسعار. اكيد طبعا. الناس أكيد بتقول طبعا. انا بشوف في الكومنتات واحده تقول والله القماشه دي انا جايباها ب3 اضعاف، انا ببقى زعلانه. انا في خدمتك الله ان شاء يخليك يا الله، استاذ عمرو، انت كده وقت كنز في القناه عندنا ذات قيمه والله. والله تصنيع. ماشي.
عندنا الشغل بيتجهز في نفس المكان يا جماعة، ايوه استاذ عمرو، بيبقى المكان بقى معانا بتاع الشغل الصنايعية اهو. ومكان الشغل التبسينات الشغل، حتى الشغل يا جماعة اللي هو بيتقفل مثلا لو يكون في لون مع لون أو كده بنشغله معانا المكنة الأوبر، ماشي. بتطلع الشغل برضو بمستوى راقي، الشغل شفتوا يا جماعة والتجهيزات. بقى زي ما قلت لكم قبل كده، الناس اللي بتحب شغلها تطلع لكم الشغل صح، الشغل يا جماعة بيتجهز بكل الألوان بكل الوان الدرجات، اهو، اه احنا عندنا حاجة تطلع تفصيل لكم حاجة بمزاج كده، قيمة. المكان مش كله اللي اهو هو ما أي شاء حاجة الله. وخلاص، لا إنك الناس ممكن تقلق مثلا عشان بنتكلم مثلا على إن احنا نسلم الزبون في خلال ساعة، اه فالناس بتقلق. العمال لا يا جماعة قاعدين احنا عندنا شغالين، ناس شغالة على اه طول 24 ساعة موجودين لكل مكان أو لكل اه يا مكنة جماعة زي ما في انتوا شايفين واحد اهو الشغل، عليها، اه كل واحد قاعد بنقدر نجهز بيعملوا لحضراتكم كل شغلهم. حاجة وكل الشغل. ماشي يا هنبص استاذ بس عمرو، بره، ما شاء الله، اللهم صل على النبي. إيه علشان كده يا جماعة الأسعار قليلة ليه بقى؟ لأن انتوا لو رحتوا اشتريتوا مثلا المواسير من مكان، إيه رحتوا عملت الستارة في مكان، رحتوا جبتوا القماش من مكان، الاكسسوارات من مكان، كل واحد من دول هياخد منكم مكسب كتير، فأستاذ عمرو بيطلع لكم الحاجات كلها بمكسب واحد، صح يا أستاذ عمرو؟ بالظبط يعني ما بتاخدش مثلا، بتطلع الحاجة كتوتال بدل ما تاخد في كل حاجة زيادة عليهم. احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نكسب ناس كويسه وناس محترمه زي اللي احنا بنتعامل معاها، ده الشرف كبير لينا وده التفكير الاول والاخير اللي احنا بندور عليه، ان والله احنا يا يكون استاذ لنا عمرو يعني ناس انا حبايبنا في كل مكان وشرف طبعا لنا التعامل طبعا معاهم، شرف لينا وان التعامل شاء الله في معاه خدمتهم وفي خدمه الجميع دايما ان شاء باستمرار طول الله ما هو باذن بيكون طول الله. ما هو اقل كالتكلفه، لان احنا راضيين ان احنا نكسب حاجه بسيطه قصاد ان احنا نوفر كل الحاجة الشغل اللي الناس وكل عايزاها المقبولات صح. للناس في متناول الناس بغض النظر عن الظروف الصعبه اللي احنا عندنا في الفتره اللي فاتت دي، فاحنا برضو لازم نراعي الناس ونراعي ضميرنا لا في ان احنا وحضرتك نقدم برضه يا استاذ مكان عمرو ما شاء بسعر الله عالي. باين الاجتهاد حضرتك، يعني الاجتهاد باين في ان الحمد انت لله حابب تقدم الحمد للناس لله كل حاجة، الحمد لله يعني حاجة الحمد لله، الفضل الناس كله يرجع هتقدر لصاحب الكلام ده. المحل الحاج طب مسعد الحاج كامل مسعد والدي، طبعا على الحمد دماغنا لله كله بتوجيهاته وكل طبعا، بفضله وبفضل خيره وبفضل دعواته الحمد وبفضل لله، معارفه الجميلة اللي ربنا دايما يبارك لك بيشرفنا فيه إن يا شاء استاذ الله عمرو بكل ويخليه، ودايما يقدم لنا الشرف لينا انت والحاج تقدموا لنا كده الحاجات الحلوه دايما دي، والناس بتبقى بإذن الله مبسوطه وهم مقدرين تشوفكم منتاتهم، ببقى فعلا تعبي وتعبكم متقدر احنا يا يعني جماعة متقدر. احنا اللي في الوش معاكم، وهتلاقوا الحاج اللي بيتعامل معاكم طبعا وهتلاقوا اخويا اللي بيتعامل معاكم على الاونلاين، ان شاء الله ممكن انا احنا كلنا هنا تيم واحد، طبعا يعتبر حتى الناس اللي شغالة معانا اخواتنا، وبرضه نقدر على قد ما نقدر نعودهم على التعامل البروكي مع الناس ايوه المحترمة طبعا والتعامل بشياكة، وهم اصلا ناس محترمة، وان شاء الله في خدمة الناس المحترمة اللي دايما بنول شرف التعامل معاهم. طبعا يا استاذ عمرو، انا بشكرك جدا على الحاجات الحلوه اللي احنا شرف شفناها دي لنا ما شاء الله، يعني يعني لو عروسه او حد حابب يجدد هيجي هيبقى ماشي يعني مبسوط، مش هيروح يمين ولا شمال، والاسعار هيبقى ماشي عارف ان هو خد بقى اقل سعر وافضل خامات، فدي حاجه يعني جميله ومجهودك. انا كل مره استاذ عمرو باجي اصور بتبهر ان حضرتك بتطور وبتدخل ان حاجات شاء الله، جديده، بتعمل عروض اقوى، فدي حاجه وانا تسعدني. وعد مني ان انا كل فيديو دايما هتلاقوا جديد ودايما هتلاقوا تشكيل مميز ودايما بإذن الله هتلاقوا شغل مميز، وان شاء الله كل ما هو جديد باذن الله، وشرف بإذن الله لينا يا أستاذ بجد ان احنا عمرو، اتعاملنا وكمان معاكم يعني كل كويس. التجار اللي أنا بتعامل معاهم بقوا كده دايما بنجتهد، وكلنا بقينا أسرة واحدة، وإن شاء الله نقدم لجميع محافظات مصر كل الخدمات بجد اللي هم تستاهلي كل يحتاجوها. خير بامانه على انك بترشدي الناس الله للاماكن يخليك يا اللي أستاذ دايما عمرو، فيها الذوق الراقي ودايما فيها فعلا الجديد الحمد ودايما لله فيها الشغل المميز، والحمد لله ان احنا قدرنا نعمل تيم كويس ان شاء الحمد الله، لله ان وباذن شاء الله الله ربنا برضو يكرمنا يعني بدعواتهم، وبرضو انتوا دعمكم لينا بيخليني يعني شوفوا استمر ان انا اقدم لكم الافضل، وبرضو المحلات اللي هي معايا بتقدم لكم الافضل دايما والاحسن ان شاء الله بقى، عشان خاطر الحاجات الحلوه اللي احنا شفناها دي تعملوا لنا. عايزه الفيديو ده يوصل لاكبر عدد من اللايكات، توريني تورونا كده بقى، وكمان تعلقوا وتقولوا لنا رايكم ودعواتكم الحلوه دايما اللي بنستناها منكم في الكومنتات عشان تحفزنا دايما نقدم لكم الافضل. بشكرك تاني وتالت يا استاذ عمرو على المجهود الرائع اللي حضرتك بتقدمه دايما، وطبعا الحاج مسعد على دماغنا لان شكرا. طبعا لولا يعني هو الاساس. وتعالوا بقى يا جماعه اقول لكم العنوان بالتفصيل فين. كنت معكم شيماء سعيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هنا برضو الشغل اخر شغل احنا عملناه لزبائننا شوفوا كده يا جماعه الشغل اللي معروض على اللابتوب دلوقتي، ده الشغل اللي الاستاذ عمرو عامله للزباين، فمصوره بقى عشان تشوفوا شغلهم اهو ما شاء الله. شوفوا كده الستاير اهي جميله، ده شوفوا دي على طرقه، ودي في اوضه اطفال اهي. الله يا استاذ عمرو حاجه دي بقى المودرن اللي انا بقول لك ده عليه، الشغل اللي اه احنا هنشوف منه فوق وده برضه اللي بيبقى في بيت الستاره، جميل. بالظبط. شوفوا دي حاجات بقى الراقيه الشيك دي جميله، حلو قوي يا استاذ عمرو. استاذ عمرو لما بيتواصلوا معاك بتوري لهم بقى الصور دي عشان طبعا يختاروا منها؟ طبعا طبعا طيب تمام.
طبعا يا جماعه احنا كنا في الفيديوهات اللي قبل كده عاملين عروض على الستاير، كانت ستاره كامله كده كبيره اللي هي قطيفه ووراها ستارتها بحاجتها على التركيب ب1000 جنيه، كان في حاجات ب1800 تقريبا في يا استاذ عم. ب 1800، في ب 1000 جنيه، في من اول 150 جنيه، 150، وكنا عاملين عروضنا من اول 150 جنيه لحد زي ما انتوا عايزين حسب بقى التكلفة بتاع الموديلات والشغل. بس الحمد لله بفضل الله بنقدر نطلع موديلات بأقل تكلفة علشان خاطر الناس برضو اللي عايزة حاجة تكلفتها بسيطة، وفي نفس الوقت اللي عايز شغل راقي وحاجات مميزة برضو موجود. احنا بنشتغل على كل الأسعار، كل الخامات، كل التشكيلات، والحمد لله. إن كان قماشات رخيصة أو غالية بنركز دايما على ان الماتيريال بتاعت القماش يكون نضيف وحاجه كويسه محترمه تشرفنا، تتغسل، ايوه تتحط في تعيش. شمس، كل ده يبقى حاجه قيمه، حاجه تحافظ علينا وعلى شغلنا قدام الناس، لان هو ده الشغل الاصلي او النجاح الاصلي، ان الناس بتيجي على حاجات زي كده مره ما واثنين شاء الله وثلاثه استاذ عم وعشره، وان شاء الله جميل، دايما شوفوا يا يكون جماعه المحل شغلهم المفضل ليهم كلهم. ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الشغل تحفه، الحاجات اللي هي بتبقى معموله يا استاذ عمرو، الله يا استاذ عمرو دي حاجات حلوه قوي، تسلم ايدك انت طبعا اللي بتصممها، شغلنا ده كله، كل جميل موديل بيتركب يا اما الزبون الله بيصوره لنا لو هو جميل، اونلاين، لا اما احنا بنصوره لو احنا اللي بنركبه. حلوه قوي يا استاذ عمرو، الحاجات الخشب اللي طالعه جديده دي جميله كل جدا، حاجة ان شاء الله بفضل الله، كل حاجة، مثلا الموديلات المودرن، الموديلات الكلاسيك، زي ما حضرتكم عايزين، زي اي لو حضرتك معاكي صورة عايزة تعمليها مثلا حتى بشكل لو انتوا معين صحيح عايزين صورة مش مشكلة، تعملوها استاذ يعني ان عمرو شاء الله في ينفذها لكم، خدمتكم، جميل وهنشوف تجهيزاتنا وحاجتنا كلها فوق. كل حاجة بتطلع من نفس المكان يعني. ماشي يا استاذ عمرو، نطلع بقى نشوف باقي يلا القماش التنجيد عشان ما نطولش عليهم، ونطلع الدور التالت يا جماعة في السنتر نتفرج على قماش التنجيد، استنونا.